وإلى موضوع أبو ظبي للاستدامة بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وعدد من الوزراء ورؤساء الدول ومسؤولي قطاع الطاقة العالمي. انطلقت اليوم الجلسة الافتتاحية لأسبوع أبو ظبي للاستدامة والمنعقدة على هامش فعاليات إكسبو 2020 في دبي. أكيد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الدكتور سلطان الجابر أكد خلال كلمته أن الإمارات بتتبنى مسار منخفض الكربون لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، وتحرص على تسريع الخطى استعدادا لاستضافة مؤتمر الأطراف COP28 مع اتباع نهج عملي لتحقيق التقدم المطلوب. تقرير ونرجع نكمل وياكم النقاش. القمة العالمية لطاقة المستقبل تستعرض أحدث التقنيات النظيفة. انطلقت اليوم القمة العالمية لطاقة المستقبل في دورتها 14، والتي تعد الحدث الأبرز لاستكشاف ابتكارات التنمية المستدامة من جميع أنحاء العالم، التي تتميز بمواصفات عالية الجودة بمشاركة 7 دول في فعاليات القمة. تعرض من خلال أجنحتها أحدث ابتكارات وتقنيات الطاقة النظيفة والاستدامة. تقدم القمة منصة شاملة للأعمال والابتكار وتبادل الرؤى والخبرات في مجالات الاستدامة والطاقة النظيفة والتقنيات الخضراء، وذلك ضمن فعاليتها التي تعقد حضورياً بين يومي 17 و19 من يناير لعام 2022 بمركز أبو ظبي الوطني للمعارض. كما تمثل القمة منصة تسهم في التواصل وإبرام الشراكات بين الأسواق الناشئة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا من جهة، والمستثمرين في مجال التكنولوجيا ومن أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا من جهة أخرى. كما تنظم القمة العالمية لطاقة المستقبل 2022 أكثر من 200 جلسة تركز على موضوعات التنمية المستدامة وتحديات تغير المناخ، ويأتي على رأسها معرض الطاقة الذي يستضيف أكبر وأهم العارضين في قطاع الطاقة المتجددة حول العالم. وللحديث أكثر عن القمة العالمية لطاقة المستقبل وفعالياتها، يسعدنا استضافة الأستاذة عاشة العيدروس مدير دعم الأعمال الطاقة النظيفة في مصدر، والتي تنضم إلينا عبر الهاتف من أبوظبي. يا هلا ومرحبا بك دكتورة. مساء الخير دكتورة. مرحبا، مساء الخير، وشكرا استضافتكم لنا في هذا اليوم المهم لشركة مصدر وانطلاقة أسبوع أبوظبي الاستدامة وحفل افتتاحها في إكسبو 2020. نعم. يا مرحبا بك أستاذة عاشة، شو هي أهمية إطلاق القمة العالمية لطاقة المستقبل واللي دائما تأتي ضمن فعاليات أسبوع أبو ظبي للاستدامة؟ صحيح، تمثل القمة العالمية لطاقة المستقبل التي تستضيفها شركة مصدر منصة عالمية تجمع فيها المبتكرين ورجال الأعمال في مجال الطاقة والتكنولوجيا النظيفة من أجل بناء مستقبل مستدام، وبيشارك أكثر من 1000 شركة في القمة العالمية لطاقة المستقبل. نعم. صحيح. زين، بالنسبة للمحاور، حثينا عن أبرز المحاور اللي بيتم مناقشتها خلال فترة إقامة القمة. الأسبوع في دورته الحالية بيركز على اتخاذ خطوات وإجراءات فعالة في ثلاثة مجالات. تشمل أولاً التعاون الدولي والقيادة، ثانياً التنمية الاقتصادية، وثالثاً التكنولوجيا والابتكار. وأيضاً الأسبوع بيحرص على إدماج كافة شرائح المجتمع في فعاليات بتكون مخصصة لتمكين المرأة والشباب وباقي فئات المجتمع الأخرى. نعم. جميل جميل. طيب أستاذة، لو نتكلم عن القمة العالمية لطاقة المستقبل، كيف تساهم في توفير الفرص للشركات الناشئة سواء في إبراز أهم ما وصلت إليه من تكنولوجيا الطاقة المستدامة؟ شركة مصدر تساهم من خلال أعمالها ومن خلال استثماراتها في مجال الطاقة المتجددة. أيضا لنا شركاء استراتيجيين سواء في الاستثمار نفسه أو في تسريع في توفير المواد التي تستخدم في مشاريعنا، ونحن دائما نسعى لأحدث التكنولوجيات
حاليا نصدر مشاريعها في اكثر من 40 دوله، نتفادى انبعاث اكثر من 19.5 مليون طن من ثاني اكسيد الكربون سنويا. نعم. نوفر من خلال هالمشاريع 14 جيجا وات من طاقة نظيفة، ونوفر ونزود أكثر من 4 ملايين منزل بالطاقة على مستوى العالم. جميل جميل. زين، أكيد من المعروف عنكم تنوع القطاعات اللي تسعى مصدر دائما لتطويرها، شو هي أهم القطاعات اللي تسعون لتطويرها خلال الفترات القادمة عشان أكيد تحقيق استدامتها وتحويلها بشكل كامل إلى قطاعات تعمل بالطاقة المتجددة؟ احنا دائما نبحث عن التكنولوجيا اللي تدعم مشاريع الطاقه النظيفه، ف نحن بالاضافه الى طاقه الشمس والرياح بيكون اتجاهنا في الفتره القادمه في مشاريع المياه، مشاريع الهيدروجين الاخضر الجرين هيدروجين، وايضا مشاريع التنميه المستدامه او سستينبل ديفلوبمنت. فنحن نسعى لمضاعفة قدرتنا الإنتاجية لمشاريعنا في المستقبل القريب بإذن الله. وأحب أنوه يعني العام كان طبعا من السنوات اللي صادفت كثير من التحديات بظروف كورونا. نحن كشركة مصدر الحمد لله في العام اللي الماضي ضاعفنا من قدرة إنتاجنا ومن سعة مشاريعنا بالضعف، فهذا يمثل مساعينا للتطوير ومضاعفة حجم مشاريعنا بإذن الله سواء في الدولة أو في الأقليم أو في العالم. جميل. نعم. جميل، جهود جبارة يعطيكم العافية عليها. طيب كيف بيساهم أسبوع أبوظبي للاستدامة في سعي الإمارات لدعم الاستدامة العالمية وتسريع تحقيق الحياد المناخي أستاذة؟ دولة الإمارات تعتبر من أكثر الدول الرائدة في الالتزام بالتصدي لتداعيات التغير المناخي. نحن كشركة مصدر شركة إماراتية رائدة في مجال الطاقة النظيفة، لدينا استثمارات في هذا المجال للتماشي مع وثيقة مبادئ الخمسين. هي تشكل المسار الاستراتيجي لدولتنا دولة الإمارات خلال العقود الخمس المقبلة. وهذا الأسبوع بالذات يدعم عملية تعزيز التنمية الاقتصادية وتبادل المعرفة والابتكار التي تعزز هذا المسار وهذا الاتجاه. صحيح. زين، القمة العالمية لطاقة المستقبل، هل من الممكن أنها تجد حل للمعادلة الصعبة وخاصة أيضا بالتطور الصناعي مع الحفاظ على البيئة وإيجاد أيضا المرونة الداخلية الكافية سواء عن طريق أو أهم طريق لها هو تقليل انبعاثات الكربون؟ نعم، نحن جهودنا أكيد في إدماج كافة شرائح المجتمع سواء من أفراد كتمكين مرأة أو الشباب أو فئات المجتمع الأخرى لتمكين أيضا الأعمال صناع القرار والسياسات بهدف إشراك الجميع لدفع عجلة التطور وجهود الاستدامة ولعب دور فاعل في بناء هذا المستقبل المستدام لنا وللأجيال القادمة. جميل. أستاذة عائشة، هل من الممكن أن نحن أقول أن بتنظيم هاي التجمعات الدولية لدعم الطاقة المتجددة والبيئة والمناخ، هل نقدر نقول أن أبوظبي اتخذت طريقها نحو الريادة العالمية في تحقيق الاستدامة؟ نعم، نحن مثل ما ذكرت نحن دولة الإمارات لها مكانة رائدة بين الدول الملتزمة، وكانت أول دولة عربية تلتزم باتفاقية باريس للحد من تداعيات التغير المناخي. يمثل أيضا مؤتمر مناخ COP28 الذي بنستضيفه في العام القادم بإذن الله، هذه فرصة استثنائية لدولة الإمارات لتسليط الضوء على إمكانات والفرص الاقتصادية اللي ينطوي عليها العمل المناخي. هذا الأسبوع اللي نحن فيه أسبوع أبوظبي للاستدامة بيوسع دائرة النقاش حول هذا الموضوع تمهيدا لانطلاق هذا الحدث الاستثنائي العام القادم بإذن الله. صحيح. أكيد كل الشكر لك أستاذة على هذه المعلومات القيمة، شكرا لكم، جهود جبارة يعطيكم العافية عليها. يعطيكم العافية. الله يحفظكم جميعا.
شكرا شكرا لاستضافتكم لنا في هذا اليوم. شكرا. الله يحفظك. مشكورة. شكرا. أكيد الأستاذة عائشة العيدروس مدير دعم الأعمال الطاقة النظيفة في مصدر، شكرا جزيلا لك. أكيد مشاهدينا يعني الحفاظ دائما على الطاقة المستدامة هذا من سمات دولة الإمارات العربية المتحدة. صحيح. خصوصا أيضا مثل ما قاعدين نشوف الحين في إكسبو 2020 دبي في جناح خاص للاستدامة، فدولة الإمارات العربية المتحدة دائما تركز على الماضي على الحاضر على المستقبل. صحيح. في كل القطاعات وكل المجالات.